أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل هل نفى الله عنهم الإيمان الكامل أم لم يبلغوا درجته؟ نعم، نفى الله عنهم كمال الإيمان، نفى عنهم كمال الإيمان، لأنهم زكوا أنفسهم قالوا آمنا، مع أنهم إنما أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام، ولما يتمكن الإيمان من قلوبهم فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها. هم معنى أنهم كفار؟ لا، مسلمون عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف. نعم.